كان بالسؤال طالب بتفاعلات نصفي الخلية، ف 2H2O ينتج 4 هيدروجين موجب زائدا أكسجين زائدا 4 إلكترونات. راح ناخذ 4 هيدروجين كذلك 4 إلكترونات ينتج 2 هيدروجين 2. هذه اللي كتبتهم، هذه فوق هي أنود أكسدة، وهذه جوا هي اختزال اللي هو عند الكاثود. فهذا هو طالبها. هو شنو يريد؟ يريد مجموع حجوم الغازات. نكتب له معادلة التحليل الماء كهربائيا الأصلية اللي هي 2H2O ينتج 2H2 زائد أكسجين. فبالتالي هذه 2X وهذه X. فبعدين راح نقول له انه مجموع الحجم هذا يشبه احد الاسئله، كان مجموع جزيئات معطينها هي 0.0672 يساوي 3x. اذا منها انه الاكس تطلع لي 0.0224 لتر. هذه مال الاكسجين، مال الهيدروجين ال H2 اللي هي 2x واللي هي 0.448 هاي 4 لتر. زين هسه نطبق له انه ال N تساوي ال V باللتر في 1 مول على V اللي هي حجم المولي 22.4. طيب هسه بعدها احنا قلنا للافضل انه نستخدم الاكسجين للسهوله. طيب نعوض الحجم المولي طلع لي 0.0224 على 22.4 يطلع لي ناتج 0.001 مول. هذه بالنسبه لعدد المولات. نكتب له معادلة أكسيد الأكسجين. هنا أنا هي قلنا 2O سالب 2 ينتج لي O2 زائدا 4 إلكترونات أنود، لأنه تحرر من الأنود. هذا نحن نحتاجها N تساوي Q في 1 مول على Q تفاعل نصف الخلية 0.001 يساوي هذه Q أنا أريدها في 1 على 4. إذا Q تساوي 0.004 مول دوت إلكترون. يعني بالسؤال كان طالب التيار، فبالتالي كيو تساوي التيار في الزمن على 96500، مطبق للقانون بحيث انه يطلع للتيار 2 امبير. عندكم الزمن اللي طلع له 193 والتيار هو يريده، الكيو هي 0.04. اللي حاب يستخدم الهيدروجين طبيعي نفس الحاله.